بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. النهاردة هنعمل أكلة جميلة اللي كل الشعب المصري بيحبها وهو الكشري. وإن شاء الله بإذن الله يعجبكم إن شاء الله. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم. معايا جايبة ربع حمص. الحمص طبعا أنا ما نقعته في قلب مية سخنة وحطيت ربع معلقة بيكنج باودر وهولع كده. معايا حلتين، الحله بتاعت المكرونه والحله بتاعت الحمص، ومعايا البصل بتاع التقليه. الحمص بعد ما نقعته اهو في ربع معلقه بيكنج باودر عشان يتعمل على طول، عشان خاطر ما انا عملته في نفس اليوم ما نقعتهوش. وولعت على ميه المكرونه وميه بتاعت الحمص، احط حب الزيت واحط نص معلقه ملح، ولما بقى نغطيها ولما تغلي ان شاء الله نحط المكرونه مع بعض. هنولع المية بتاعة الحمص برضو وهشطفه كويس اوي واصفيه. هنبشر بقى البصل، عندك مبشرة قطع اي حاجة، انا هبشره في المبشرة بتاعتي. هبشره بصلية كده معاكو، تقطيع رفيع جدا، من كل رفيع هيسهل عليك التحمير ومش هيبقى طري. هبشر بشرتي معاكو دي، وهبشر ان شاء الله البصلتين التانيين وهقولكوا هنعمل فيهم ايه. بشرتهم كلهم اهم، واحط عليها نص معلقه ملح، واحط معلقه دقيق. الدقيق ده هيخليه قرمش وحلو ان شاء الله. اقلبه كله كويس مع بعض، ادي تقليبه كويس كده مع بعض عشان كله يدخل فيه الدقيق والملح. معايا بقى الطاسه، هولع الزيت. معلش الحله المدريه، انا هحاول عشان اوريها لكم. ما تحطيش البصل، يكون الزيت يعني يتولى عليه بقاله فتره عشان ما يحرقش البصل اول ما تحطيه. انا ولعت كده على الزيت، هخليه دافي شويه كده مش سخن قوي. وهنا ميه الحمص اهي، انا غسلته وصفيته، حطيت الحمص واحط بقى معاه بصلايه بشره صغيره ونص راس ثوم، واحط كوبايه طماطم، واحط نص معلقه كمون وكده. تمام قوي قوي كده، حلو قوي كده، كفايه على كده، مش هحط ليه حاجه تاني. ماشي حبايبي. هغطيه بقى واحطه على نار هاديه، وانا كده وسعت شويه عشان نشوفوا البصل. حطيت مش هحط الكميه كلها، طالما البصل كتير مش هحط الكميه كده، هحط نصها عشان يتحمر كويس ويبقى واخد راحته في الطاسه. هقلب بقى مع التقليب باستمرار، ما تسيبيش البصل اللي بيستمر عشان اللحر في البصل بيتحمر على طول. وان الحله بتاعه المكرونه لسه الميه مغليتش، هحمر ونرجع لبعض تاني. انا كده حاطه الحله وحط فيها شويه زيت، وجهزت هنا الثوم، حط عليها حبه كمون وحبه كزبره واقلبهم كويس مع بعض. معلش الثوم بقى مطلعاه من الثلاجه ماسك شويه، هقلبهم كلهم مع بعض، الثوم مع الكزبره مع الكمون. هحط حبة زيت في قلب الحلة يسخنوا، واروح حاطة معاهم التومة مقلياها كويس قوي. وين البصل اهو، دي حبة البصل التانية، انا طلعت التقلية ولسه الباقي دي. اقلب بقى كويس قوي التوم مع بعض كده، مع الكزبرة مع الكمون. مش قادرة اقولك على الريحة الجميلة، ريحة خطيرة خطيرة صراحة. هخليه يحمر، مش هخليه يبقى لونه يعني غامق قوي عشان ما يمررش. وتقلبي البصل، هو بقلبه باستمرار عشان خاطر ما يتحرقش. لا بعد ما اطلع البصل مش هرمي الزيت ده، والزيت ده هخليه هستعمل ليه بقى الكشري يعني. كده التوم احمرت اهو، حطي نص فنجان خل، 3 معالق، واقلبه كويس قوي واسيبه شويه بتاع دقيقه كده عشان ايه يشرب من الخل، الثوم يشرب من الخل ويدي ريحه جميله جدا. اقلب البصل، وبعد كده هحط معلقه صلصه على الثوم، احط على الصلصه على الثوم واسيبها شويه، سيبها شويه ما تحطيش على طول القوطه. اقلبها تقليبتين كده واسيبها شويه، ونطلع البصل الاول
البصل بقى لونه كويس شويه كده تاني، بقى لونه ذهبي بالتقليب بقى بالسمنه وش معليه البوتاجاز قوي عشان البصل ما بيستحملش. هطلعه بقى اهو في قلب الطبق. انا الحبه الاولانيين ما الطاسه الاولانيه من البصل ما حطيتهاش، حطيتها لوحدها في طبق، ما تحطيش البصل كله على بعض، ولو هم حبه صغيرين حطهم في طبق بس فرطيه، يبقى المفروض في قلب الطبق مش كله على بعض عشان ما ايه ما يبقاش طري ويشرب زيت من بعضه. هي كده اللي حطي بقى الطماطم مدية الريحة في منتهى الجمال، ريحة يعني مش قادرة اقول لكم بقى الجمال. تعالوا كلوا معانا. هنا المية هي غليت بتاعت المكرونة، انا طبعا مجهزة المكرونة مش هحطها مرة واحدة، هحط الاول المكرونة الصغيرة والسباكيتي، هقطعها على 3 مرات عشان خاطر اما نيجي ناكل بالمعلقة ما ايه ما تبقاش طويلة تقدري تتحكمي فيها وانت بتاكلي. هجيب حبة حبة اقسمه على 3 مرات، ولما احطها افرطها كده في قلب المية السخنة، ما احطهاش مرة واحدة عشان خاطر ما تلزقش ببعض، تحاولي تكسريها وتفرطيها في قلب الحلة. طبعا هتاخد بتاعة 10 دقايق بس، اخر شوية هم احطهم كده تمام. اديها تقليبة بقى كده بس واغطيها بقى وسيبها 10 دقايق بالظبط، او اقل من 10 دقايق هتكون استوت. هنا نكمل بقى البصل اهو، نطلعه بقى اللون الجميل دوت، واخلي الزيت هستعمل بقى الزيت هعمل منه احمر منه البصله بتاعه العدس، واحمر منه العيش اللي احنا جايب عيش شامي هنحمصه مع بعض هتشوفوه. عشان كده تحطي الزيت كتير، ما تخافيش حطي الزيت كتير عشان تستعملي الكشري كله. كده البصل اهو جميل قوي زي ما انتم شايفين اللون بتاعه كده، ما تغمقوش عن كده. وادي الاولاني اهو بس مقرمش خالص، ازاي ناشف ومقرمش جميل ولونه حلو. المكرونة لسه شوية عليها. هنا الوقت هنعمل حبايبي، هجيب بصلاية واحط عليها شوية زيت واقلب فيها العدس، لازم التقليبة دي قبل ما احط عليه المية، احط من الزيت بتاع اللي احنا استعملناه اللي عملنا فيه التقلية دوت، بيدي طعم جميل لكل الكشري مفيش حاجة هترميها. حلو كده الحب. بص انا معايا هنا شويه مكرونه هقلب الاول الشعريه، في شويه مكرونه عند رفيعين احطهم اقلبهم الاول قبل ما احط الشعريه. معلش انا قلت لكم هعمل عس، بس العس هعمله بعد المكرونه، بعد المكرونه والشعريه هقلب المكرونه شويه، ما احطش المكرونه مع الشعريه مره واحده، لا اقلب المكرونه حبه وبعد كده اكمل عليها الشعريه، عشان انت عارفين الشعريه ما بتستحملش تقلبتين. كده كويس اقلب بقى الشعريه مع بعض والتقليب باستمرار عشان خاطر ما تتلسعش او يبقى لون ولون. اقلب بقى كده كويس قوي. ماشي يا حبايبي، حمره بقى كده تمام اهي، كده اللون بتاعها كده كويس قوي. هندفع عليها بقى ونركنها ونشوف هنعمل تاني مع بعض الخطوه الجايه ايه. هنا اهو ادي الحمص اهو استوى اهو بقى لونه جميل، نشوف برضو صلصة كده هندفع عليه، نحط حبة نص معلقة ملح عشان بخلي الحياء في الاخر خالص. وادي الصلصة بقت جميلة اهي، تعرفيها اتسبكت ازاي، ادي الزيت اهو عايم على وش الصلصة كده تمام بقى كده، مش عايزة اي حاجة تاني، نحط نص معلقة ملح خلاص، يبقى طافينا على الحمص وطافينا على الصلصة. كده مش فاضل غير العدس، انا كده معلش بصلايه قطعتها صغيره مع حبه الزيت وبقلب فيها العدس شويه. العدس ده على فكره نص كيلو، نص عدس ونص شعريه وكيلو رز. اقلب كده شويه بتاع 3 دقايق بس، واروح حاطه الميه يغلي غلوة بس مع بعض، مش هنحط طبعا يغلي غلوة عشان يبقى ايه العدس بياخد سوى عن الرز. كده العدس غلي
انا طبعا غسل الرز ومصفياه، هحط عليه الرز اهو، كيلو رز على نص العدس على نص الشعريه اللي احنا عملناه مع حبه المكرونه الصغير دول اللي شفتهم حمرتهم في الاول. هحط بقى الشعريه كده وافضيه عليه. هجيب بقى منديل نزيف ورق واروح منزله بقى الشعريه عشان تعرفين تبقى لازقه في الايه في الحقيقه اهو. نزلتها كلها، هقلب بقى كله مع بعض كويس قوي كده تقليبه عشان نحط الميه بقى بتاعه الرز والميه بتاعه الشعريه. احنا كده يعتبر حطينا الميه بتاعه العدس، هو العدس كان نص الشفشق، حطيت له كوبايه كملت الشفشق ميه، والرز كان كيلو رز كان شفشق رز، حطيت له شفشق ميه اهو، واحط بقى نص الايل الشعريه. تمام، هقلب بقى كده واروح حاطه من الدجاجه دي على حسب رغبتك، عايزه تحطي ما تحطيش دي حاجه ترجع براحتك. هنحط الملح وبعد كده حبايبي انا هقلب البوتاجاز عليه، وهو ربع معلقه كمون عشان خاطر ما يعملش تقلصات، حلو ما يعملش تفخات عشان تعرفين عس كده. بقى قلبت وعلى عليه البوتاجاز وسيب، هوط عليه بقى اما يتشرب، نشوفه مع بعض ان شاء الله. وكده اتشرب خالص اهو، وطي عليه خالص وسيبه بقى براحته، يستوي براحته على نار هاديه. كده بقى انا ما جايبه عيش شامي هقصه معاكم، هنحمره زي ما بايه ما بيكون عند بتاع الكشري، وطعمه جميل قوي مع لما تاكليه مع الكشري بقى طعم حلو قوي. انا كده هقصه بالمقص سمبوكسات، عايزه تقصي انت حتت اصغر من كده براحتك. هحمره في نفس الزيت بتاع اللي احنا ايه بتاع التقليه، شفت عملنا بيه بقى كذا كام حاجه ازاي، وبيدي طعم لكل حاجه اللي احنا عملناها فيه، بيدي طعم حلو طبعا عن ما يكون الزيت العادي. عشان كده في الاول خالص زودي الزيت اللي انت عايزاه وما تقلقيش. هقصه كده مع بعض اهو، اكمل بقى ارجع تاني. اديني قصيت كله اهو، ولعت على الزيت احمره، ما بياخدش وقت، وما تنسيش عن تقليب عشان ما بياخدش وقت في التحمير. الكشري ده طبعا اكلة المصريين كلها، تبقى اكلة جميلة جميلة مع الدقة مع الشطة، فصراحة ما حدش يقول على الكشري ده لا خالص. هنقلبه هقلبه بقى، وان شاء الله لما اطلعه هكون حاطة حبة ملح بكمون كده، واروح رش عليه عشان برضه ما تيجي تاكليه يبقى متحقق حلو، ما بقاش ايه ما بقاش يبقى يدي طعم مع الكشري. بعد كده ان شاء الله هنعمل مع بعض ان شاء الله، لسه هنعمل بقى لسه في تكات تانية، هنعمل التقلية الحلوة الدقة الحلوة بتاعت الكشري، وهنعمل الشطة الزيت، وهنعمل الصلصة العادية. ان شاء الله هنكمل كل ده مع بعض، ويا رب ان شاء الله يعجبكم بإذن الله. وايه رأيكم ايه يا جماعة ان شاء الله، متنسوناش في اللايك والشير ان شاء الله. قلبت كله اهو، صفيه كويس قوي، حطي على منديل ورق، وما تحاوليش تحطي برضو العيش كله على بعضه عشان ما يشربش زيت من بعض. انا ما حطاه في الطبق هوريه لكم فرطان، حطاه بعيد عن بعض. هطلع بقى كده العيش كله، وهكمل بقى التحمير التاني دوت، وهوريكم ان شاء الله هنعمل الصلصه باذن الله ازاي، الصلصه الزيت ازاي. انا طلعته وصفيه كويس قوي من الزيت عشان هو بيشرب زيت اهو، تحميله كده حلو قوي معقول. وحمر بقى ده ان شاء الله، ونرجع لبعض تاني نشوف بقى الكشري. اه كده جميل جدا اهو، مفلفل وحلو اهو، وهو باين ان هو استواه من غير ما ندوقه كده. تمام، مدفع عليه بقى ونشوف هنعمل ايه تاني. انا جبت هنا الحله واحط فيها حبه زيت، عشان الزيت اللي انا كنت عاملاه اللي انا استعملت منه كله بتاع التقليه خلاص خلص، فاحط حبه زيت بقى في الطاسه بتاع 3 معالق بس زيت اهو، وهقلب المكرونه تقليبه فيها. طبعا مش هحط على المكرونه ملح ولا حاجه، لان اصلا المكرونه وانا مولعه الميه بتسلق كان فيها ملح،
فعشان وطبعا القشر كله حقيق فهو كفايه كده، ما تحطيش ملح تاني. احط بقى المكرونه، اقلبها تقليبتين كده، وطبعا كنت مسلقاهم صفياها وشطفاها منزله منها النشا وسبتها تتصفى خالص، ونقلب كده بالراحه. ماشي حبايبي، بتاع 3 دقايق بس كده تاخد سخونيه البوتاجاز والزيت كله ايه المكرونه تشرب منه كده عشان بتلمع، تبقى ايه ما تبقاش متكتله كده وماسكه ببعضها، او ممكن تهز الحله كده من فوق لتحت يبقى اسهل لك من تقليب الايه المعلقه كده. خلاص تمام قوي، وطي على البوتاجاز بتاع دقيقه بس واطفي عليه. الوقت بقى هنعمل الشطه الزيت. اول ما اولع الزيت انا حاطه هنا اكتر من نص كوبايه زيت، هروح حاطه الشطه. اما اولع الزيت احط الشطه ما استناش ما يسخن عشان الشطه ما تتحرقش. 3 معالق شطه، اقلبهم مع الزيت كويس او كده، افضل مع التقليب ما سيبهاش. عشان لو سبتيها هتغمق وتتحرق. اقلب كده مع التقليب كده كويس قوي. بعد ما اقلبها كده ان شاء الله هنحط ليها ايه، هنحط ليها الخل، راح نحط عليها حبه صلصه من الصلصه اللي هو اللي احنا عملناه الصلصه بتاعه الكشري، بس لازم كده تدي غلوه الاول مع الزيت والشطه. الزيت دي الناس الحريفه بقى في الكشري دي صعبه صعبه، يعني معلقه منها بالطبق تحطها على طبق الكشري كله، معلقه واحده بس شطتها رهيبه. اهو قلبني اهي، ابتدت تغلي اهي كده كده تمام اهو. اهو توطي البوتاجاز وانتي بتقلبي، ما تخليهاش عاليه خالص. هحط كده بقى عليها اهي نص كوبايه خل، المج الكبير مع التقليب. بصوا بقى بنت ازاي، بص الزيت بان على الوش ازاي. حط حبه كمون وحبه ملح، واحط برضو عليها حبه صلصه من الصلصه اللي انا عاملاها بتاعت الكشري. الريحه بقى انا مش قادره اقول لكم عينيا عامله ازاي، الدموع الدموع دي كده. احط بقى كبشه ايه صلصه من الصلصه اللي انا عاملاها بس كده تمام. عينيا بقى مش قادره اقول لكم الدموع كده. خلاص تمام، هنعمل بقى ايه، هنعمل الدقه الجميله اللي بنشوفها ايه في محلات الكشري. هنا راس توم، هحط راس التوم اهي في قلب البوله. هنحط عليه ايه تاني، هنحط عليه كوبايه خل، كوبايه خل صغيره، وهنا قرنين فلفل اخضر مقطعاهم، وهحط ربع معلقه هنا ليمونيه اهي عصراها، وهحط ربع معلقه صغيره كمون، وربع معلقه صغيره كزبره، وهنا حبه انا حطيت هنا حبه ميه حمص عشان تدي لون بسيط. ولو عايزه تقطعي قوطه قطعه قوطه صغننه على البتاع ممكن تعمليها كده، برضه الناس بتعملها كده. وحقيقناها بالملح كده تمام قوي قوي كده. بقى الدقه دي مش قادره اقول لكم حلوه ازاي، خفيفه وحلوه عن ما تقلي التوم على البوتاجاز. ماشي تمام، عملنا دي ودي. فاضل هنعمل ايه تاني بقى، هنعمل الشطه العاديه بتاعتنا. عملنا الشطه الزيت اهي، هنعمل بقى الشطه العاديه بتاعتنا اللي هي ايه اللي هي حنينه شويه. حطينا كبشة صلصة، هنحط معلقتين شطة، وهنحط معلقتين من الدقة المخلدي تدي طعم ليها حلو. نقلب بقى كويس اوي كده اهو، ونحط ايه حبة مية برضو بتاعة الحمص عشان تخففها وتديها طعم حلو كده تمام. كده بدي بقى كويسة شوية رحمة شوية عن الشطة الزيت. ماشي يا حبايبي، كده خلاص خلصنا الكشري بدقته بشطته بكل حاجة فيه. نشوف بقى الطبق مع بعض الجميل دوت، يا رب يعجبكم، وإن شاء الله نتقابل في أكلة جديدة من أكلات تيتانونة. ومتنسيش اللايك والشير
واشوفكم على خير في اكل جديد من اكلات تنوم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله نشوفكم على خير.